تحية طيبة مشاهدينا، أهلا بكم أينما كنتم إلى نشرة الإخبارية التي نوفيكم بها من قناة البلاد. اختفى ثلاثة بحارة في ظروف غامضة بعرض ميناء جزر العاصمة بعدما خرجوا في مهمة بعرض الميناء على الساعة 2 صباحا، هذا وقد لفظت أمواج البحر القارب الذي كان البحارة على متنه على شاطئ صابلات. وتجري حاليا خفر السواحل عمليات بحث واسعة بهدف العثور على البحارة المفقودين. كما سارعت عائلات المفقودين للتوجه نحو شاطئ صابلات، أين حاول شقيق أحد البحارة التوجه نحو عرض البحر للبحث عن أخيه المفقود والعثور عليه قبل أن تقوم مصالح الحماية المدنية بإخراجه وسط الأمواج العاتية. نحن هنا متواجدون بشاطئ صابلات، وقد التحقت مصالح الحماية المدنية ومصالح الأمن الوطني لانتشال ثلاثة أشخاص الذين اختفوا منذ الساعة 2 صباحا، ولا تزال عملية البحث متواصلة، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل في المواعيد الإخبارية القادمة. كانت معكم إيمان خيار لقناة البلاد.